جمعيه ولادي اللي كانت راسها غاديه في واحد المسار اللي هو الحمد لله مهم وممتاز من اجل بناء مغرب الغد، حقوق الطفل بالنسبه للاطفال، الاطفال ديالنا، لان اطفالنا هم مستقبل ديال بلادنا، اطفال اليوم هم المجتمع ديال غدا. احنا صايرين تنظموا مع جمعيات اخرى واحد المؤتمر اللي غادي يكون مهم وغيكون مع ثلاثه ديال الجمعيات واحد اخرين. هذا المؤتمر غادي يتعلق بتعديل المدونة باش يكون مراعاة يعني جميع الحقوق، يعني واحد المساواة في الحقوق ما بين الأب والأم، وباش يكون واحد المساواة في الواجبات ما بين الأب والأم، لأنه شفنا بأن القرار ديال محكمة النقد اللي جا تيناقش مسألة ديال الطفل الغير ناتج عن علاقة غير شرعية، فاللي حكموا أنه تيتحرم من البنوة ومن النسب. فاحنا اليوم تنفتحوا هذا النقاش بالنسبة لهاد الأطفال، لانه احصائيا كاينين 200 طفل في النهار اللي كيتزاد اللي هو ناتج عن علاقه غير شرعيه، فما هو ذنب هذا الطفل باش يكون بعد ما تيسهل هذاك الطفل حتى شي حق؟ كيفاش يمكننا نعطيه الحق في الحياه وما نعطيهوش الحق في الكرامه؟ هذه اسئله تطرح. كيفاش يمكن طفل يتحمل مسؤولية ديال الخطأ ديال الأبوين ديالو؟ هو من غير مسؤول على هاد الخطأ؟ فهادو كلهم نقاشات تنحاولوا نفتحوها، لأنه أطفالنا كلهم وليداتنا، كلهم خاصنا نراعيو المصلحة ديالهم والمستقبل ديالهم. فكيفاش هاد الطفل هذا الناتج عن علاقة غير شرعية كيفاش غادي يتسمى ابن اكس؟ كيسميوه ابن اكس في الوثائق ديالو الإدارية. لا يعقل، لأنه هذا توقع عليه انهيار عصبي، توقع عليه إدمان. هاد الطفل اين مستقبل كنعطيوه؟ فهادو نقط تنطرقوا لها في الجمعية، وتنحاولوا أنه نفتحوا الباب ديال النقاش ديال هاد المواضيع باش وليداتنا كلهم يتعاملوا بالحقوق ديالهم، باش نوصلوهم لواحد سن الرشد اللي غادي يكونوا فيه توفروا على واحد التأطير، واحد التشريع اللي هو مكنهم من النضج ومن الراحة النفسية. فاليوم هذا هو العمل اللي احنا كنقوموا به، إضافة إلى كل المشروع الذي نقوم به والعمل اللي كنقوموا به في إطار الطفل من بعد ما كيطلقوا الأبوين ديالو. يعني الجميع النتائج التشريعية والقضائية التي تترتب عن هذا الطلاق وجميع المقترحات التي يجب أن تتم في إطار هذه الظرفية. فاحنا كنطلبوا هذا التعديل ديال المدونة، وكنطلبوا باش يكون واحد القانون ديال الطفل اللي كيعاود يعني كيعاود كتابة، يعني يعيد كتابة جميع المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، وخصوصا معاهدة ديال 1989 20 نوفمبر 1989 اللي جات لا سي اي دي او اللي جات كتحمي جميع حقوق الطفل. نتمنى نكون عطيتكم كاع
نظرية شاملة على العمل الجمعوي ديالنا اليوم في إطار جمعية ولادي، وإن شاء الله نعاود نشوفكم في القريب باش إن شاء الله تحضروا معنا في الندوة، وباش يكون واحد تطور ديال العمل مشروع ديالنا. ديال التغذية التغذية الصحية تيدخل في نطاق التوجهات التي جاء بها جلالة الملك نصره الله في إطار الخطابات الملكية. الخطاب الأول الذي تم بتاريخ 29/7/2020، والخطاب الثاني ديال 9 أكتوبر 2020. هذا المشروع تيشكل واحد النمو كبير بالنسبة للمغرب، لأنه الغاية ديالو والهدف من هذا المشروع هو تحسين اللي كنسميو حنا العيش، يعني نمط العيش ديال البيوت، يعني القدرة الشرائية ديال البيوت، وهذا الشيء كله من أجل تحقيق واحد العدالة اجتماعية. هذا المشروع هذا هو ضخم بالنسبة للمغرب، لأنه يتعلق 22 مليون ديال النسامة. يعني هو تعميم تعويضات العائلية 22 مليون ديال النسامة ديال المغاربة كلهم. في المرحلة الأولى غادي يكون تعميم بالنسبة للامو لاسيغونس مالادي اوبليغاتوار، يعني غادي يكون هذا التعميم مهم في الدرجة الأولى. احنا كنقولوا في لوريزون 2021، في 2021. دونك يعني الصحة، بالنسبة للصحة، الصحة للجميع، هذا هو المراد في هذا العمل، يعني في هذا المشروع اللي هو ضخم بالنسبة للمغرب. وأي بلد اللي هو تنمى كان النمو ديالو رهين بهاد التطورات وبهاد التشريع، لأن الصحة احنا كنعرفوا بأن الصحة عندها أهمية كبيرة في النمو الاجتماعي، ومن أجل دخول في واحد التطور اللي هو مشروع دولي، مشروع اللي كينمي العائلات، كينمي الظروف الاجتماعية والظروف الاقتصادية. يعني هذا مشروع اللي هو إجمالي، فيه واحد العمل اللي هو كبير، واللي غادي بإذن الله يكون المغرب واحد النمو اللي هو غادي يعطينا للمغرب واحد النمو اللي هو كبير. وبإذن الله احنا كمجتمع مدني كنحييو هذا العمل، وتنشكروا جلالة الملك على هذا العمل اللي هو بالنسبة لنا شي حاجة كبيرة بالنسبة للوطن ديالنا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.